برحب بحضرتك ساره سالم موقع في الجول. مبروك الفوز النهارده طبعا، فوز ثمين على طنطا في وقت خاطئ. تحب تقول النهارده بعد الفوز؟ اول شيء الحمد لله، يعني اللعيبه في الملعب كانت اسلام ورجال، عشان هيك ربنا اكرمنا بالفوز. وتعليمات الكابتن سيد هي اللي اثمرت عن المكسب النهارده، لاخر دقيقه بنجادل عشان هيك ربنا كسبنا بالثلاث نقط. طموح حضرتك مع الفريق الموسم ده وطموحك ازاي ترجع للدوري الممتاز مره ثانيه؟ احنا طموحنا المركز الاول لا بديل عن المركز الاول، حتى بالصعود لازم المركز الاول ان شاء الله. عايزه اسال حضرتك، طبعا كلنا يعني بنشعر بالحزن على الاحداث المؤسفه اللي بتطلع دلوقتي اللي بتحدث في الصين. كنت عايزه اعرف حضرتك، هل بتتواصل مع اهلك ولا موجودين هنا؟ والله في صعوبه كتير في الموضوع، يعني النت مقطوع عن الاهل بالايام، خمس ايام ست ايام، ولو نتواصل معاهم بتواصل يا دوب جيجا جيجتين مكالمه قصيره على الاخر يعني. بس ان شاء الله ربنا ينصرهم ربنا يحميهم، واحنا مش زعلانين، احنا كلنا شهداء باذن الله، واحنا مشروع شهداء كلنا، ونضل لاخر نقطه دم عشان نحرر المسجد الاقصى والقدس ان شاء الله. ان شاء الله وكلنا معاكم في مصر، وان شاء الله النصر قادم. شكرا لحضرتك.